استمرار التحركات الطالبية حتى تعيين مديرا من النسيج الطرابلسي، قالها أحد طلاب كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث في طرابلس. فردا على قرار رئيس الجامعة بتعيين جميلة يمين مديرة للكلية خلفا لأنطوان طانوس الذي بدوره كان أثار امتعاض البعض، اعتصم أغلبية الطلاب أمام الجامعة رافضين الدخول لإجراء الامتحانات. اتفقنا على صيغة أنه العميد يدير الكلية لحتى يجي مدير مثل ما وعد رئيس الجامعة من نسيج المدينة، من نسيج الطرابلسي. وإذ نتفاجأ امبارح بتعيين مدير من كل احترام نحترمها جدا لشخصها، ولكن التعيين خرق مبدا الميثاقيه اللي بالاساس نحن تظاهرنا من 40 يوم كرماله. الا ان البعض الاخر من الطلاب الذي قرر اجراء الامتحانات تعرض لهم مجموعه اشخاص تابعين لتيارات سياسيه بحسب ما اعلنت مديره الكليه جميله يمين الى الوكاله الوطنيه للاعلام، مضيفه انهم حاولوا سحب المسابقات من الطلاب. والى امام الجامعه حضر النائب محمد كباره تاليا بيانا باسم القيادات السياسيه في طرابلس، بيان وصف قرار تعيين يمين بقرار فتنوي استفزازي فئوي وكيدي. إن هذا التعيين ما كان ليتم لولا أن رئيس الجامعة لم يخالف قانون الجامعة لجهة عدم إجراء انتخابات للفرع، وعمل على تعيين نصف أعضاء مجلس الفرع الحالي خلافاً للقانون. كبار ختم البيان مطالباً مجلس الوزراء بتطبيق القانون بحق رئيس الجامعة اللبنانية.